السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعرفك إن النهاردة ده فيديو بنسميه فيديو الجمعة. فيديو الجمعة ده فيديو بيكون خاص بالتأسيس بالنسبة للقناة بتاعتنا، ولو أنت طالب في تالتة ثانوي خد بالك إن إحنا بنشرح هنا على القناة شرح منهج كامل هيكون متوفر موجود على القناة هنا، ادخل وشوف بنفسك وإن شاء الله الوضع هيعجبك وهتشترك معايا في القناة. وياريت لو انت اول مرة تشوفني تشير الفيديو على قد ما تقدر علشان كل الناس توصل لي او عشان نوصل القناة لأكبر عدد ممكن. يوم الجمعة زي ما قلت لك خاص بالتأسيس، ده جمعة بيكون فيديو خاص بالتأسيس مراعاة للناس اللي ما تأسستش في الأجازة. طيب اللي احنا ماشيين دلوقتي فيه في التأسيس هو ترجمة، هنخلص كورس الترجمة وهندخل في حاجة تانية مش هنوقف. يبقى انت معاك يوم الجمعة لحد اخر السنة شغال معاك بس يوم الجمعة تأسيس، ويوم الاثنين والخميس الساعة 8 مساء بينزل لك شرح الفيديوهات منهجك ويحل عليها. خد بالك ان مواعيدي اثنين وخميس وجمعة الساعة 8 مساء. في ناس بتقول يا مستر انت بتنزل فيديوهات تانية خلال الاسبوع، طيب الفيديوهات التانية دي بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن فيديوهات اختبارات الكترونية على اليونت اللي تم شرحه او اللي احنا شرحناه. طيب هفيد استفاد بايه؟ انا كده كده في مواعيد الاثنين والخميس بنزل لك برضو امتحانات وبحلها معاك، بس زيادة ليك اختبارات الكترونية عشان تدرب نفسك على الحل الكتير. طيب كمان بينزل لك الحل على الاختبارات الالكترونية دي، مش بسيبها لك كده وخلاص، لا انا بنزل لك الحل كمان عليها في فيديو بشرحه، بشرح كل سؤال نزلته في الاختبار وبحله. ويوم الجمعة زي ما قلت لك خاص بالتأسيس. طيب بسم الله وتعالى نشوف فيديو الترجمة النهاردة. وخد بالك النهاردة تالت فيديو للترجمة في كورس الترجمة. بسم الله كده قول معايا بسم الله. Translation. Translation يعني الترجمة. الترجمة دلوقتي القاعدة اللي معايا النهاردة للترجمة بيقول ايه؟ بيقول لي المفعول المطلق. خد بالك مفعول مطلق ايه يا عم؟ انت هتوجع دماغي، سيبك بس منها هفهمك يعني ايه دلوقتي، ريحه للاخر. طيب المفعول المطلق لا يترجم، يبقى خليك عارف ان المفعول المطلق مطلق لا يترجم. طب انا مش عارف المفعول المطلق، هعرفه لك يا سيدي دلوقتي، اهد عليا. طيب يبقى المفعول المطلق لا يترجم. طيب امال هنزله في الجمله ايه؟ قال لك هتنزله في الجمله ظرف. ايه الالغاز دي بقى؟ ايه ظرف دي؟ مش فاهم ظرف دي حبيبي، يعني حال. واحد برضو مش فاهم يعني ايه حال. دلوقتي حال ديت يعني ايه؟ حال ديت يعني انا معايا الصفه باد سيء وبجيب منها الحال. الحال بجيبه ازاي؟ اني بزود للصفة ديت ال واي في الاخر، تمام؟ لما اقول great فبزود للصفة ال واي great وبحط ال واي في الاخر. طيب لما اقول negative مش دي صفة، negative يعني سلبي، طيب بزود لها ال واي في الاخر، يبقى negative negatively. تمام يبقى bad معناها سيء والحال بتاعها بصورة سيئة او بشكل سيء. طيب great greatly بشكل كبير او كبيرا، negatively اللي هو بشكل سلبي، وهنا بشكل سلبي او سلبيا. خد بالك ان في صفة شاذة فبيكون الحال بتاعها will good، الحال بتاعها will. طيب دلوقتي انا معرفش لحد دلوقتي مين هو المفعول المطلق يا استاذ انت بتحكي عنه. المفعول المطلق اولا ما بيترجمش، طيب اكتبه ازاي في الجمله؟ بينزل ظرف، ظرف يعني حال، الحال اللي هو بحط للصفه في الاخر ال واي، في صفه شاذه بتنزل زي ما هي على حسب حفظك ليها، فبتبقى جود تبقى ويل. طيب تعالى نشوف مثال مع بعض ونشوف يعني ايه المفعول المطلق. دلوقتي مثال بيقول لي يؤثر التدخين على او يؤثر التدخين سلبيا على الصحة.
خد بالك وركز معايا في المثال قوي وانا بقوله، يؤثر التدخين سلبيا، هو ده المفعول المطلق حبيبي، سلبيا اللي هو سلبيا دي المفعول المطلق عندي في الجملة، يؤثر التدخين سلبيا على الصحة. تهتم الدولة بالتعليم أو تهتم مصر بالتعليم اهتماما كبيرا، اهتماما كبيرا دي هي المفعول المطلق اللي في آخرها بص بتكون ألف وفي تنوين كده عليها. طيب ساعات ممكن ما تكونش كده على حسب برضو الجملة ما تكون. طيب أنا بترجم إزاي؟ ده أنا متعود ببدأ جملتي بالفاعل اللي هو smoking التدخين. هو التدخين ايه يا استاذ؟ بيؤثر، وانا عارف ان يؤثر معناها affect، affect. طيب و affect التدخين ده مفرد فبحط له s. طيب خد بالك في معلومة كده ليك، ان يؤثر، كلمة يؤثر على معناها affect، تمام، مع ان في حرف جر، ما بحطش حرف جر مع الفيرب. طيب خد بالك ان في كلمة اسمها تأثير، تأثير اللي هي effect، دي بيجي مع حرف الجر on، يبقى يؤثر على، يؤثر على اللي هي الفيرب الفعل معناها effect. طيب انما تأثير على الاسم منها effect on، يعني الاسم بيجي معاه الناون، الاسم بيجي معاه حرف جر لكن الفيرب مش بيجي معاه حرف جر. دي معلومة ليك كده على جنب بعيد عن كورس ترجمة. طيب smoking affects اللي هو بيؤثر، التدخين بيؤثر ايه يا مستر؟ بيؤثر سلبيا. طب ما انا واخد كلمة سلبيا اهي negative يعني سلبي، فعايز اخليها سلبيا بحط لها ly في الاخر، فبقول اهي negative، negatively اللي هي سلبيا، سلبيا على، قلنا ان يؤثر على خلاص كلها affects، يبقى على دي خلاص ما بتترجمش. الصحة يعني ايه؟ الصحة يعني health، تمام. يبقى يؤثر التدخين سلبيا على الصحة، smoking اللي هي التدخين الفاعل، affects اللي هي الverb وحطينا اس عشان ده مفرد، وسلبيا وhealth. ممكن واحد يحط دي في الاخر عادي ما فيش اي مشاكل. طيب تعال ناخد مثال كمان علشان تفهم انا قصدي ايه بالظبط. تهتم مصر، تهتم مصر بالتعليم اهتماما كبيرا، تهتم مصر بالتعليم اهتماما كبيرا. طيب ركز معايا هنا بقول ايه دلوقتي، المفعول المطلق هو اهتماما كبيرا. طيب انا عندي الفاعل هو مصر، يبقى بقول ايجيبت اللي هي مصر. طيب مصر مالها؟ بتهتم. خد بالك على جنب كده تبقى عارف ان الفعل تهتم او يهتم، فعل تهتم او يهتم بيترجم لحاجتين، ان تحط verb to be، اول حاجة تحط verb to be وتحط بعديها interested، interested in اللي معناها فعل يهتم، او يكون الفعل care for. يبقى لما احط verb to be interested in او احط care for، الاتنين معناهم يهتم. طيب اعملها بالاتنين علشان تفهم قصدي ايه. طيب تعالى بالطويلة، هي Egypt أنا عايز verb to be اللي هو am أو is أو are. طيب هو ده مفرد يبقى أكيد بياخد is، طيب لو هو جمع بياخد are. طيب أنا قلت لك is verb to be، وبعد كده نزل مين؟ نزل interested in، interested in تهتم بي، بمين؟ تهتم بالتعليم اللي هو education. خد بالك انا عارف ان مشكلتك حفظ الكلمات، بس اللي انا اكتبه خده اكتبه عندك واحفظه وما تشغلش بالك. يلا يبقى Egypt is interested in education اهتماما كبيرا، اترجمها ازاي؟ انا عندي خد بالك ان كلمة تهتم اهتماما انا خدت تهتم خلاص سيبك من ده ما بيترجمش. طيب كلمة كبيرا انا واخدها اهي greatly، اهو greatly
تمام تمام مستر، كده مفيش مشاكل. بتهتم مصر بالتعليم اهتماما كبيرا وترجم له. طيب في الطريقة التانية بتاعت كير فور، كير فور انك هتشيل is interested in وتحط لي مكانها كير فور. حلها وسيبها لي تحت في الكومنتس، هبص عليها وهرد عليك، هرد عليك اذا كانت بقى صح ولا اذا كانت غلط، بس حل لي ديت في الكومنتس تحت في التعليقات تحت. طيب دي كانت اول قاعدة معايا النهاردة. تاني قاعدة معايا النهاردة بيقول لي لام التعليل. لام التعليل انا مش فاهم يعني ايه لام التعليل، ثواني وهفهمك يعني ايه دلوقتي. لام التعليل بتترجم الى to زائد زائد المصدر، او بترجمها الى in order to زائد المصدر، او اني بترجمها الى so that، وبعد كده بحط اما can او could، وبعد كده بنزل الفعل في المصدر. بنزل كان لو كان الفعل اللي هنا، الفعل اللي هنا مضارع، الفعل اللي قبل الجملة اللي قبل سوزات مضارع، وبنزل كود لو كان ده ماضي. تمام. تعال افهم يعني ايه لام التعليل من خلال المثال. بص بيقول لي يذهب الطلاب الى، يذهب الطلاب الى المدرسة ليتعلم، يذهب الطلاب الى المدرسة ليتعلم. طيب انا يذهب الطلاب، الطلاب ده اللي هو ايه، اللي هو الفاعل students، ما عنديش مشاكل فيه students، الطلاب بيذهبوا اهو go الى to المدرسة school، مش دي المشكلة. ايه بقى المشكلة عندي؟ المشكلة عندي في اللي بعد ده، المشكلة عندي في اللي بعد ده اللي هو ايه، اللي هو كلمة ليتعلموا. خد بالك ان ليتعلموا دي عبارة عن اللام التعليل، ويتعلموا اللي هي الفيرب او الفعل اللي موجود عندي في الجملة. طيب students go to school، قلت لك ان لام التعليل ديت، اللام ديت بترجمها لايه، to زائد المصدر، to زائد المصدر أداة to، والمصدر اللي هو يتعلم اللي هو learn، صح؟ ده رقم واحد. قلت لك كمان ان هو ممكن اترجمها الى in order to زائد المصدر اللي هو برضو learn، اللي هو learn. تالت طريقة بقى ان انا انزل اهو students، الطلاب عادي خالص بيذهبوا to school، ماشي ديت اللي عادية ليتعلموا. اللام ديت قلت لك اترجمها الى ايه، الى so that، so that. بعد so that ده مين؟ الطلاب، يعني الضمير اللي هيعود عليهم هو مين؟ الضمير اللي هيعود عليهم هو they، هو زي هم طلابي، يبقى هم حطيت هم اللي هو الفاعل اللي عندي، الفاعل المفروض هنا، الفاعل المفروض هنا. بعد كده كان ولا كود؟ كان لو كان ده مضارع. طيب جو الفعل اللي عندي جو ده مضارع ولا ماضي؟ هو مضارع صح، مضارع يبقى كان، لو هو كان ماضي يبقى كود. طب هو مضارع دلوقتي يبقى المفروض احط مين؟ احط كان، وبعد كان احط ايه المصدر عندي اللي هو learn. طيب يبقى انا كده خلصت مستر لام التعليل. يبقى خد بالك انا اخدت ملحوظتين النهارده مهمين جدا للترجمه، المفعول المطلق ما بيترجمش بس بنزل مكانه حال، ولام التعليل بتترجم لثلاث حاجات، to والمصدر، in order to والمصدر، و so that فاعل كان او could والمصدر. انا كده خلصت الفيديو الثالث في كورس الترجمه. عارف ان المعلومات صغيره، الفيديو قصدي صغير، انت استفدت معلومات كتير بس الفيديو مستر صغير. مش عايز ازود لك في التأسيس بالذات، لان في ناس عندها عقدة فعلا من التأسيس ان هي اصلا ما تأسستش زمان.
فخلينا ماشيين بالراحة وادينا مع بعض ده يوم الجمعة ده معانا لآخر السنة. يعني انت طول ما انت ماشي على مدار السنة انا ماشي معايا يوم الجمعة خاص بالتأسيس. لو عجبك الفيديو يا ريت توصله لأصحابك وتوصل القناة ديت لأصحابك عشان نوصل القناة لأكبر عدد ممكن والكل يستفاد منها، لأن إن شاء الله السنة دي على وعد معاكم إني هكمل شرح منهج تالتة ثانوي كامل، بس بشرط أشوف منكم دعم كويس وأشوف الناس بتعمل شير كويس للقناة وتعرف صحابها بيها علشان أقدر أكمل معاك السلسلة اللي وعدتكم بيها في البداية. دلوقتي هسيب لك تحت لينك جروب التليجرام وجروب الفيس لو حبيت تتابعني عليهم او تستفسر على اي حاجة، وهسيب لك رقم الواتس بتاعي لو حبيت تبعت اسئلة او تستفسر على اي سؤال واقف معاك، وان شاء ابعت لي وان شاء الله هرد عليك. سلام.